نعم يا سيدي أنا أستمع إليك. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل هذا، مرحبا. الله يرضى عليك يا سيدي، مرحبا بيك. نعم. شيخنا أنا فوزي، عندي سؤال. تفضل يا سيدي. بس قبل السؤال الشيخ، يعني الله يرضى عليك، بس ممكن يعني الدعاء لأبي المتوفي؟ يا الله، لمن يا سيدي؟ الدعاء لمن؟ لأبي. لوالدك، توفي والدك. أيوة. اللهم ارحمه برحمتك، واستره بسترك، واحفظه بحفظك، واجعل خير أيامه يوم يلقاك. اللهم إنه جاءك بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وجاءك بصلاته وزكاته، وجاءك بمحبته وطاعته. اللهم اجعله ممن يقال له خذ كتابك بيمينك. نعم يا سيدي. اللهم امين يا رب. شيخنا الفضل، سؤال كنت يعني عايز اسالك فيه. امراه كانت متزوجه من شخص يعني هو مجاهد ويعني واشتغل بفرنسا، فلما توفى ترك لها يعني دخل شهري. نعم. لكنها يعني لم تتزوج بعد 10 سنين، قررت انها تتزوج. فسمعت انه لما تتزوج ب يعني الدخل الشهري الذي تركه يعني الزوج تاعها راح يصير ملغى يعني. فهي تريد الزواج، لكن تريد زواج عرفي يعني، حتى لا يعني حتى ما يقطعولهاش الدخل الشهري الذي تركه زوجها الاول. فعايزه يعني زواج عرفي يعني بدون عقد. قل لي سؤالك يا سيدي. يعني هل هذا الدخل الفردي اذا هي تزوجت زواج عرفي، فهذا الدخل اللي تركه زوجها الاول يبقى يعني دخل يعني عاد حلالها، او يعني بيدخل خانه انها يعني اموال أكل أموال الناس بالباطل؟ شوف يا سيدي، هو الحيلة، الحيلة ليست كلها حرام، الحيلة ليست كلها حرام، يعني ماشي أي واحد يدير حيلة معناته دار الحرام. هو الشركة، الشركة دايرة قانون، إذا تزوجت امرأة قانونيا هكذا قانونيا وبلغولهم الوثائق أنها تزوجت ينحولها المنحة. أيوة. فهذه المرأة راحت ما تزوجتش قانونيا، تزوجت عرفيا. هكذا هني فاهمه. أيوة. تزوجت عرفيا. أيوة. والقانون انتحم ينص انها في حالة ما اذا تزوجت قانونيا. فانا لا ارى ان انها ارتكبت محرما، لانها لو تزوجت قانونيا هنا تولي واجب عليها تبلغ لهم ينحوا لها المنحه. لكنها بما انها تزوجت عرفيا ارتكبت حيله. نعم، دارت حيله كما انسان راح يتزوج زوجه ثانيه ويدير حيله باش يدير له الدفتر العائلي. هو الحيله دارها، الحيله دارها، ولكن في النهايه باش يدير له الدفتر العائلي وما يخليش مرته بدون دفتر عائلي. دارت حيله، حافظت على المنحه وتزوجت. انا لا ارى، انا لا ارى، اعوذ بالله من كلمه انا، بالك تقصي شيخ واحد اخر يقول لك حرام، ولكن اعوذ بالله كل واحد يفتي بحسب علمه. أنا لا أرى أنها ارتكبت حراما. شكرا يا سيدي. بارك الله فيك. شكرا يا سيدي، شكرا جزيلا. الله يرضى عليك. لأن فرنسا، فرنسا نهبت من أموال الجزائر، لو كانت تسدد تسدد إلى يوم القيامة ما توصلش تسدد. ما لو شنو من هذه تعطيها المرأة الجزائرية ومن بعد ينحولها لانها تزوجت؟ لو كان يقعدوا حياتهم كاع هما يمدوا الدراهم ما يكملوش، واش سرقوا من الجزائر؟ الحديد، الحديد تاع لاتويفا مسروق متبسه، لازم يخلصوها، سرقوه متبسه، حسبنا الله ونعم الوكيل. الحيله ليست دائما حرام، كاين ناس يديروا حيله، ولكن ماهوش كل الحيل حرام، كاين بعض الحيل حلال، وانا ارى ان شاء الله هذه ليست حراما، يعني ماشي لو تزوجت قانونا نطبقوا عليها القانون، لكنها تزوجت بغير القانون عرفيا، جابوا إمامه وفتح لهم.